طيب لو افترضنا اللي فوق هذه الأشياء اللي فوق ما منها فائدة مثلا؟ Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Hey, put that door back. هذه الأشياء. Wait. هذه الأشياء اللي فوق ما يمدينا نستخدمها مثلاً. هذا مدك. بخلي السلاح آخر شيء. بخلي السلاح آخر شيء. يا أخي فوق ما في شيء فوق. ما ينفع. ها مفتاح سيارة كويس. مفتاح سيارة. رح رح. أصدم أبوه يا شيخ. أصدم أبوه يا شيخ. أصدم أبوه كفو بدري. آه شت. آه فاك. ليش ما اطلع مع الباب مثلا؟ Let's finish this, you and I. Oh yeah, I'm gonna take. روح. No 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 no. Oh shit, وش صار؟ كويس مات الاهبل. تف على وجهك يا ابن الذين. والله العظيم ما ابغى يموت. يعني طلعت المشكلة الان خسر رصاصنا ولا شيء. يعني انا من البداية كنت داري في شيء غمز. انا حسبت الموضوع اني اطرح الدبابات هذه عليه من البداية، لكن طلعت المسألة. اوه فاك. اوه بوي. Now look what you done, motherfucker. فاك. فاك. شت. يا ابوي انا ليش اضيع الام وتبعي ام وتبع السلاح؟ يعني من جد انا ضيعت ام على الفاضي. خلنا نشوف ايش يمدينا نسوي. استخدم مدك. اوه في سلم هنا بدري. في سلم اطلع. فاك يا شيخ. كفو. بدري يا ولد. اطلع. اطلع اطلع. خلي المبو ذا ما يموت يا ولد. هذا ما في امل يموت. خر على شكله. الله ما يموت. بس بسك عاد بسك. هذا اللي يفتح الباب. لازم ناخذ النمر. لازم ناخذ النمر اللي عليها. اوكي نروح نفتح بالباب ذا. كويس اخذناه. نزلت. كويس نزلت من
نزلت من عند المدخل الثاني. او نايس نايس نايس، يمديني اروح لكن او شيت من اللاج، في شوي لاج خصوصا اذا جيت هنا ما ادري ليش لسبب ما في شوي لاج. اروح الساعة دي، انا احس ان في شيء في الساعة. طيب ما يمدينا نستخدم شيء طز فيها، خلنا نروح بس. طبعا بنروح نطلع من الباب الحين، يمدينا نطلع مع الباب على ما اظن. يا سلام او يا سلام الله، يا حمام جر للحاني، صابني من بد خلق الله، له بحي ولا جاني. علق ولا قلت الله بالله. طبعا المشكلة ما هي من اللعبة، المشكلة من جهازي. جهازي يعني من مواصفات عالية، بس انه سبحان الله المعالج عندي ما هو i7، فاللعبة تتطلب معالج i7. اذا ما كان عندك معالج i7 راح تلاقي تعليقات زي كذا. الله يعيننا يعني. حط الثور هذا. اوكي الحين بدي افتح الباب كويس. What the fuck؟ كأني سمعت صوت. يقول دمج العناصر في المخزون الخاص بك، كيف يعني دمج؟ دمجناها وطلعنا شيء. او ندمج هذه. كويس طلعنا اثنين مدك، حبتين مدك. لا يا شيخ. اتفرط في الايم وتابعك الله يكرمك. عملة اثرية. كويس كويس. رد على التلفون، في شوي تعليق لكن ما في مشكلة. صحيح اني انقرفت من التعليق هذا لكن يلا فتح. That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. هذه تقول أبوها ماي دادي، تقول ماي دادي. لا تكون ان البنت هذيك اللي معنا كانت معنا على الطاولة. لا هذيك زوجة ايريك صح، هو اسمه ايريك وهذيك زوجته. صح هذيك زوجة ايريك. فما ادري ايش بيصير، هو عقارب. لا الموضوع هنا ما يطمن. بندول الساعة. بندول الساعة. أكثر من 20 شخص مفقودين في النقيب، هو المشرطة ولا أخبار. أخبر المراسلين أنه بدأوا رحلة البحث عن هيليوم ميدي كيف، طالب الجامعة قال من وقت كانت هيلين. ارتفع التقارير المفقودين في جنوب لويزيانا بشكل كبير في العامين الماضيين. الزبدة أنه الآدمي هذا جباص جالسي يسرق في الناس، جالس بهذلهم يا رجال. ما علينا منه الزبدة، ما علينا منه، طز فيه على قولتهم. وش هذي؟ هذي فواكه أشوى، لو نشين ثاني كان. طبعا بنحاول نفتش البيت يعني، أنا ما أدري كيف بس نحاول نفتش يعني. صائد الفضاء. صور الكلب ينظر الى الاعلى وينبح. صور كلب صائد الفضاء، يعني انا احس فيه خدعه بصريه في الصوره هذه. وش هذا؟ هذا نعرض عليه اشياء، يعني ممكن نحن نعرض عليه العمله هذه المعدنيه، نعرض عليه اشياء تطلع لنا يعني.
نضغط الاف ونضغط مثلا هذه. ايش مكتوب؟ ليفينج روم، يقول غادر الغرفة. زبدة ما فهمت، يعني في سر، في سر، في ورقة او شيء نعرضها هنا وتعطينا انعكاس، يعني فيه لغز او في حل او في اجابة لحاجة، ما حاجة ما يعني. والله اني ما ادري وش السالفة. زبدة احنا بنطلع فوق لكن بستكشف كل شيء. الشوز انت خذها. اوه شيت، طبعا انا كم عندي من ضربة؟ ما عندي الا طلقة واحدة. تسكر الباب يا حبيبي. يعني إذا رجعنا الشوزن نفتح الباب، إذا كذا كيف الكلام هذا يا شيخ؟ يعني والله شيء عجيب يا أخي. يعني الشوزن ما يمدينا نستخدمها الحين، هذه العجوز المهبولة. والله البيت هذا اللي قد شفته، والله البيت هذا قد شفته في ريزيدنت إيفل 6. البيت هذا اللي قد شفته في ريزيدنت إيفل 6. واضح نفس التصميم، يعني ما جابوا شيء زيادة. يأتي يد العجوزة. يلا فدا، افتح الباب يا ولد. يا الله من لاق، في شوي لاق، في شوي لاق، طفشني يا أخي. هنا لازم مفتاح او شيء زي كذا يعني. نروح هنا ونشوف هنا باب او شيء زي كذا. خلنا نفتح الباب هذا. اوكي، فتش الزبائن هذه، اخذتها بارود، اخذنا بارود. نفتح الكتاب. اوه، رأس الكلب الأزرق. كيف يعني رأس الكلب الأزرق؟ يعني حلوة ذي، رأس الكلب البرتقال. يقول مراسل أن هناك عصر قادم، لقد واجهت العديد من المشاكل في التنظيف بعد أن آخر عصر هبتنا. ما أعتقد أن الوقت حالة تقوية النوافذ وتعزيز السقف. تطلب المساعدة من لوكس. نقص منسوب المياه أخيرا. المنزل بخير لكن المنزل القديم تعرض للتلبس وضع خطير. لا زال لوكس يتحدث عن سفينة ضخمة رصدت الشاطئ. إذا صحت هذه الإدعاءات من الأفضل أن أبلغ الأبرشية. سأذهب لألقي نظرة في الغد يعني. ف زبد، أنا أعرف إنجليزي لكن أنا حطيت عربي عشانكم. في ناس طلبوا مني قالوا خليه عربي عشان يا أبو عمير يعني نعيش في الفورمة معك. قلت أوكي، عربي عربي يلا، ماني خسران شيء كذا، أنا فاهم إنجليزي عربي أي شيء. ف what the hell is going on there. طبعا هذا التلفزيون هذا فيديو، خلينا نشغل الفيديو نشوف شريط الفيديو. مية مكتوب عليه مية، وش معنى مية؟ ماني فاهم. ايوه هنا بدأ الاكشن. ديم نيكا اولد هاوس جوليو 2017 ويا وينترز اولد هاوس، يعني في البيت القديم وش زي كذا، ماني فاهم. يلا ابدا. هذه المزمية صديقتنا وحلله بس. والله عيالها مز يا ولد، والله خقيت على هذا البنت. I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are. You gave us quite a scare, young lady. هذيك العجوز الساحرة. هذيك العجوز الساحرة اللي حولت مية. اي هذه العجوز الساحرة اللي شوف شوف السحر كيف. هذا العجوز الساحر اللي حولت مية الى سكنية او جنية او ما ادري كيف. في لغم. او شيت، او شيت، والله في لغم هناك يا ولد.
والله الموضوع يخرش يا ولد. سكر الباب ديم نقع. اوه هذه الجنية. فاك فاك يو بنت، فاك فاك يو بنت حلو دي. فاك انا احس بتخرشني الحين بنت الجزمة. عنك الله العم من ربك ايها البنت ديم. والله معاين وراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أين أنت أيتها البنت ال فقشوا رأسك وفقشوا رأس من ربك. هي بتخرشني بنت ملعونة الوالدين. شيت والله العجوز إنها أرحم والله النت. لا هذه ما هي العجوز، هذه ما هي العجوز، هذه زوجة إيريك. يوفيلد؟ كيف يوفيلد يعني؟ يقول اعثر على اشياء لتبقى خلف لتتجنب مارجريت. يقول يعني نخش هنا. جت خلها تذلف خرا على هذا العجوز. طيب وين اروح؟ الزبده هذه العجوز ساحره يعني اللي مارجريت، لكن المشكله ما هي فيها. لازم نختبئ هنا. لازم ننخش يعني. بس خلها تذلف. مالت على هذا العجوز. هذه ما رجلت، ما هي عجوز، ما رجلت اخت الخبل ذاك اللي قتلناه يعني. لكن المشكله الخوف ما هي منها، الخوف من البنت السعلوكه ذيك الثانيه هذيك. والله انها تخرش. كانها شافتني. شت 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 لا لا اصص فاك نقع. والله خرا خرا عليك يا العجوز. باك تو يور روم رايت يا اخوي. وش المشن ذا؟ لا لا ادري انا افقد كل التقدم الذي لم يتم حفظه يا اخي. كيف هذه؟ وش معناها يعني؟ هل هذا فيلم؟ يعني انا ماني فاهم، اذا خشيت البنت خبيت البنت هذه وش بستفيد؟ هل هذا فيلم يعني مسجل يعني او ميموري او شيء زي كذا، او ان البنت هذه فعلا حية صديقتي زوجة الرجل هذا فعلا حية وانا العب بدورها تقمص شخصيتها العب بمساعدتها الحين اساعد نفسي عشان تنقذها انقذها يعني. ماني فاهم يعني. ايثن ها؟